بدأنا من كام أسبوع سفر الرؤيا، خدنا يمكن تقريبا 3 محاضرات أو محاضرتين. أول محاضرة اتكلمنا على مقدمة في سفر الرؤيا ومقدمة في العهد الجديد ككل، وأهم معلومة خدناها وأهم حاجة كنا بنتكلم فيها سفر الرؤيا والسفر الوحيد في الكتاب المقدس السفر النبوي. نبقى بنتكلم عن النبوات في المستقبل. المرة اللي فاتت أخدنا متهيألي لحد آية 8، حد فاكر؟ 12 8 ولا 12؟ أعتقد أخذنا 19 أو 12. 12 أنا عالم على 12. طيب قلنا في أول إصحاح كم آية كده وقفنا عندها كده وأخذنا كده يعني تأملات فيها زيادة شوية مهمين. أول آية قلنا مهمة قوي، قال يسوع المسيح الذي أعطاه له الله. قلنا هنا هل في فرق بين يسوع المسيح والله؟ هل هنا يسوع المسيح قال من الله؟ حاشا طبعا، يسوع المسيح هو الله ومساوي له في الكون. لكن كل الفكره ان احنا قلنا واتفقنا ان هو تنسوا يسوع المسيح، احنا بنتكلم عن يسوع المسيح الظاهر في الجسد. يسوع المسيح الظاهر في الجسد. يسوع المسيح الذي ظهر في الجسد يعني ايه؟ يعني ما ننساش ان في تمايز بين الاقمومين، ولكن التمايز يحفظوها. تمايز يعني ايه؟ يعني كل اقموم له ايه؟ له التمايز. فأقنين الله الآب هو الأقنين الآب، هو الخالق، هو الخالق، أقنين الإبن هو كان فالله الخالق أيوة، لكن هو اللي تجسد. فتمني نفتكر إن الله الإبن لما يقول إلهي إلهي لذلك لماذا تركتني، مش معنى كده هو قال مني، لكن هو بيتكلم هنا بالإيه؟ بالجسد، بالجسد. فتمني نفتكر إن الله الآب وإبن، الإبن مش قال منه حاشا، هو مساوي له في الجبر، لكن كل الفكرة إن هو إيه؟ بالضعف الإنساني، بالضعف الإنساني أنا أخذ صورة إيه؟ صورة الناسوت. فأتمني نفتكر الله المسيح على كل مجد بكى، جاع، حزن، كل ده بإيه؟ بالصفة الناسوتية، بالتمايز والفرق ما بينه وبين إيه؟ الله الإب. دي كانت الآيات المهمة قوي. قلنا برضه من ضمن الآيات المهمة قوي قلنا إن يوحنا 7 كنائس، أنا زيك 7 كنائس دي كتير قوي، 7 كنائس هنا اللي هو يقصد ايه؟ يقصد 7 كنائس اللي هي في ايد الله، اللي هي الكنيسه الوحيده اللي معها رسوليه. وقلنا في اول مره لو تفتكروا ان سفر الرؤيا بيتشرح بطريقتين او بثلاثه، 3 طرق، يا اما حاجه روحيه خالص او حاجه نبويه خالص. حاجه روحيه ممكن، حاجه نبويه خالص احنا ما بنحبش النظام ده في كنيستنا. نبوي يعني شرح نبوي تفسيري للنبوات، احنا ضعفين نبوات كتير بس ما نعرفهاش، ما نقدرش نتكلم عنها بتفسير واضح. لكن بنقول ان سفر الرؤيا يفضل انه يشرح بالطريقتين، بالطريقه النبويه التفسيريه للنبوات على قد ما نقدر، على قد ما الاباء قالوا شرحوا، وبالطريقه التامليه اللي احنا هناخد بيها. فلا 7 كنائس تعني حاجتين، هذه كتير قوي. 7 كنائس تعني 7 كنائس، كنيسه واحده، و7 كنائس اللي ماسكهم يوحنا اللاهوتي، يوحنا الرائي، او 7 كنائس اللي هي 7 مراحل اللي هتعدي بيها الكنيسه لحد مجيء المسيح التاني. ودي شرحناها اول مره وهنشرحها من اول صح التاني لما نبتدي بقى ايه؟ كنيسه افسس منها وهكذا. وقلنا ان يوحنا شاف الرؤيه دي وهو في يوم الرب، يوم الرب اللي هو ايه؟ قلنا برضه يوم الرب دي تعني حاجتين، اما يوم الحد اللي هو يوم الرب، وربنا اداله النعمه دي انه كان اسقف وكان بطرك، وطبعا صعب قوي ان على كاهن او اسقف ان هو ما يعملش قداس يوم الحد، صعب عليه قوي، خصوصا الفتره اللي كان منفي فيش يعمل قداس، ما كانش في مسبح، ما كانش في ذبيحه، فصعب. فربنا قال له يا يوحنا انت جاهدت وانا بحبك، انا مش هخليك تعمل قداس يوم الحد، بس انا هطلعك ايه؟ للسماء، السماوات اللي تشوف فيها عرش ربنا. فكان في يوم الرب، ممكن يكون يوم الرب هنا اللي هو قصده لما يجي المسيح من المجيء الثاني، فهو شاف المجيء الثاني، شاف الفتره اللي فيها المراحل اللي فيها مش الكنيسه، ودي برضه نعمه ربنا اداها له، لان القديس يوحنا طبعا من القديسين اللي هم كانوا قريبين جدا من السيد المسيح على كل مجد اثناء تجسده. طبعا برضو في ايه 9 عن يوحنا اخوكم وشريككم، قلنا قد ايه يوحنا وتأملنا فيها الايه دي، وقلنا قد ايه يوحنا انسان جميل انه بيتكلم مع الاساقفه اللي تحت منه ويقول لهم انا اخوكم، مش انا رئيسكم، انا ابوكم، لا انا اخوكم. وقلنا دي درس لكل خادم فينا انه بيتعامل مع المخدومين، بيتعامل مع الرتبه اللي قال منه او رتبه الاكليروس زي اخ او زي اب، وبيتعامل مع الرتبه اللي قال منه زي ايه؟ زي ابن.
دي حاجة كويسة خالص، وتواضع القديس يوحنا حلو. هنخش في آية بقى 12. أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي ترى والذي تراه اكتب في كتاب وارسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى سارديس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكيا. إيه الكلام ده؟ أنا هو الألف والياء. قلنا الألف والياء، المسيح هو الألف والياء، الله هو الألف والياء، وزي الصورة اللي بنحطها فوق في حضن الآب اللي هي مش ضابط كونتور، هو ضابط الكل، بنكتب ألفا وأوميجا. ألف وياء هنا مش معناها الأول والآخر، مش معناها إن المسيح له بداية وله نهاية زي ما قلناها قبل كده، كانت في قبل كده كانت وشرحناها. مش معنى أنا هو الألف والياء الأول والآخر يعني ربنا له آخر، لكن ربنا بنبدأ بيه وبننتهي بيه إحنا، لكن هو ملهوش بداية ولا له إيه ولا نهاية. يعني أي عمل بدايته الله، لكن الله ما قبل هذا العمل طبعا. الله بدايتنا احنا كانت الخلق، لكن بدايته هو بداية ايه؟ ها؟ أبدية، صرمادية، لا ليس له بداية ولا ليس له نهاية. مش معنى كده ان هو أنا هو الأول والآخر، يعني أنا ليه آخر، لا ربنا ملوش آخر. لكن تعني أن ربنا ها هو الأول والآخر، لأن يعني كل شيء له بداية يبقى في ربنا، وكل شيء له نهاية في ربنا. البداية كانت ربنا والنهاية على الأرض برضه تبقى إيه؟ فيها ربنا. يقول فالتفت، مش كده برضه؟ أنا أولي الفريق الأخر، والذي تراه أكتب في كتاب. بيقول له كده اللي أنت شايفه اكتبه في إيه؟ في كتاب. وأرسل إلى السبع كنائس. أرسلوا السبع كنائس يعني إيه؟ يعني أرسلوا لأولادك اللي أنا حبيتهم من خلالك، اللي هم سبع كنائس اللي هي الكنيسة الواحدة الجماعة الرسولية، من أول ما اتزرعت على الأرض، من أول المسيح الصلاب ودمه نزل من الصليب وبدأ في كنيسته لحد آخر يوم. الكتاب ده اللي هو سفر الرؤيا هيكون بالنسبة لهم جايد، دليل، هيكون بالنسبة لهم رجاء، هيكون بالنسبة لهم إيمان، هيكون بالنسبة لهم تشجيع. عشان كده الكنيسة تمام سفر الرؤيا بالنسبة لها تشجيع وشجع. في ناس كتير تخاف من سفر الرؤيا، بالعكس الانسان اللي عنده ايمان يحب سفر الرؤيا جدا، لانه بيشجعنا على ايه اللي هيحصل، وفي الاخر ازاي تشوف سفر الرؤيا ماشي كده. وهنتكلم ان اللي مع ربنا ما بيخافش، بالعكس ده هيشوف العلامات دي ويفرح. ليه؟ لان ربنا قريب. يقول يا رب تعالى مستنيك بقى، يلا ها هتيجي امتى؟ بيقول له اكتب الى في كتاب وارسل الى سبع كنائس التي في اسيا، إلى أفسس. قلنا إيه؟ قلنا إن أفسس في الأول خالص أول المحاضرة قلنا أفسس يعني إيه؟ محبوبة، الكنيسة المحبوبة هي رمز الرسل. إلى سميرنا، سميرنا يعني المور، كنيسة سميرنا معناها المور، المور اللي هو في الإيه؟ في الاضطهاد. برغاموس قرين، الكنيسة بدأت تبقى ليها مقارنة أو ليها قرين، يعني ليها شبيه بالعالم، تاخد من العالم، ودي كانت العصور الصعبة. إلى ثياترا المسرح، الكنيسة بقى زي مسرح، بقت شو. إلى سارديس البقية التقية، إلى فيلادلفيا المحبة الأخوية، إلى لاوديكيا اللي هو الإيه المرتد اللي دي آخر فترة في عصر الكنيسة اللي هو الارتداد العظيم. نقول تاني معانيهم؟ هنقول معانيهم لما تيجي للإصحاح التاني. بيقول له أكتب إلى كنائس السبع، كنائس السبع دي مش أسماء ملهاش معاني، لا دي أسماء ليها معاني. ومعاني داخلة في الموضوع، خلي بالكم أي اسم في الكتاب المقدس أو أي رقم في الكتاب المقدس له معنى، له معنى رمزي، له معنى رمزي، خصوصا لما بنتكلم في النبوات اللي جاية بعد كده. فبيقولوا إلى أفسس المحبوبة، محبوبة اللي هي كنيسة المسيح المحبوبة اللي هي كل كنيسة زي اللي هي كنيسة عصر الرسل. سميرنا اللي هو المر، كانت كنيسة جميلة فيها اضطهاد. برغاموس قرين، ثياترا المسرح، سارديس بقية تقية، في لسه جزء تقي. فيلادلفيا محبة أخوية. لاوديكيا اللي هو ايه الارتداد العظيم. لما نيجي كل كنيسه
كل كنيسه نشرحها، عشان كده المره الجايه يبقى الموضوع مهم قوي من اول افسس، كل كنيسه نشرحها هنفهم حضراتكم الفتره دي من الكنيسه كانت بتعمل ايه. واحنا تقريبا الشراح بيقولوا احنا وصلنا لانه فتره، الشراح بيقول ده احنا وصلنا للفتره بتاعت فيلادلفيا، يعني هي المحبه الاخويه يقال كده، يعني الناس دي مش عارف. طبعا كل الكلام ده تفاسير، هي مظبوطه ممكن هي مش مظبوطه، ما تبناش في حاجه، يعني هنقولها التفاسير اللي فات احنا متاكدين منه، اللي هي المر المحبوبه القريبه دي مرينه، لكن اللي جاي مش متاكدين، هو بيفسر على حسب ايه امكانيات الشراح. فالتفت الانظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رايت سبع مناير من ذهب. التفت انا ماشي في مكان جميل قوي، شايف حاجات غريبه، وبعدين بص الصوت صوت غريب. فالتفت الانظر الصوت الذي تكلم معي، اول ما التفت لقى سبع ايه؟ سبع مناير. سبع مناير اللي احنا بنحطها في ليكا جوه، على فكره سفر الرؤيا واخدين منه في الطقس كتير جدا، عشان الناس بس اللي بيقولوا لنا برضه هتيجي برضه في حاجات كتيره، وسيب حاجات كتيره، هيقولوا لنا ايه لازمه اللي انتوا بتعملوه في الهيكل؟ في ناس بقى مش فاهمه ايه ده، يقولوا انتوا بتعبدوا ايه؟ احنا مش معبد يا حبيبي، احنا بنعبد ربنا، بس سفر الرؤيا السماء فيها كده، والهيكل رمز لايه؟ للسماء، فاحنا بنحط حاجات تفكرنا بايه؟ بالسماء. زي السبع مناير، زي في الهيكل عندنا عارفين هو السبع شرعات دول، سبع مناير. سبع مناير دي انا كنت عملت عليها محاضره، ممكن اعملها لكم تاني، ده موضوع كبير. في العهد القديم في سفر الانبياء في سبع مناير، وقلنا كانت رمزها ايه؟ ها؟ ممكن لو نشرحها مره تانيه. سبع مناير، شايف سبع مناير؟ وفي وسط السبع مناير شبه ايه؟ شبه ابن ايه؟ الانسان. الاول رايت سبع مناير من ذهب، طبعا ذهب دي اغلى حاجه، هيك تمام بنحط فيه ايه؟ اغلى حاجه. وفي وسط السبع مناير شبه ابن الانسان، متسربلا بسبب الرجلين المتمنطقه عند سديه ومنطقة من ذهب. يعني ايه يعني ايه شبه ابن الانسان؟ شبه دي هتتكرر كتير قوي في سفر الرؤيا، يقول لك شبه ابن الانسان، شبه ابن الانسان، ايه شبه ابن الانسان؟ هو اللي انت شايفه ده يا يوحنا حاجه يعني شبه، يعني ايه شبه؟ تقول ابن الانسان؟ يقول لك لا، شبه يعني حاجه مش عارف اقولها لكم ازاي. فهو بيحاول في حاجات كتير قوي لك شبه كذا، لان الحاجات اللي شافها ما شافش ليها مثيل. زي واحد مثلا عمرنا مش نزلنا اعماق البحار، ما شفناش، كنا شفنا مثلا شرم الشيخ، فشفنا الحاجات اللي تحت البحر. لو واحد احنا ما شفتش فيه، واحد يقول لك او مثلا عمرنا ما ركبت طياره، عمرنا ركبت طياره، واحد يقول لك الطياره دي سحاب كده زي القط، شبه كده القط، انا مش فاهم، ما شفتوش، ما شفتوش من فوق. فهو بيحاول يفسرها لك بحاجه انت شفتها، لكن مش هيقدر يوصلك انك انت ما شفتهاش. فيوحنا كتر خير ان هو كتب لنا كده، يعني واحد يكتب لنا سفر الرؤيا ليه؟ ليه تلاصق؟ يقول لك ليه تلاصق؟ يقول لك عن الراجل حاجه عمره ما شافها قبل كده، هيوصفها لك ازاي؟ احنا ما شفناهاش ومش عارف نتخيلها. فهو بيكتب برموز. طبعا غير كده وكده ان ربنا كمان ما ادالوش انه يكتب حاجه واضحه عشان الناس ايه تجتهد وتقرا وتشوف. فشبه هتكرر كتير، اللي شايفه حاجه ملهاش مفردات. هنا اول حاجه اللي شبه ابن الانسان. طب انت مش يوحنا عارف شكل المسيح وحفظته؟ المفروض يوحنا ده عارف المسيح. يقول لك لا، اللي شفته غير اللي انا شفته قبل كده. غير اللي انا شفته، لان لو كان شافه يقول انا شفت المسيح. لان ده كان لسه، كان حاجه و90 سنه. ويوحنا شاف المسيح قبلها كام سنه؟ 50 60 سنه. حافظه، حافظ شكله يعني. بس طب هو المسيح؟ قال لك هو شبه المسيح، لكن انا ما اقدرش اقول هو المسيح، بس هو طبعا مسيحي. بس ليه مش؟ لان شكله مختلف. ليه شكله مختلف؟ اسم اللي شفته المسيح اللي على الارض ده كان ايه؟ كان غلبان، كان متواضع، كان بيلبس جلابيه واحده، كان مش اي حته يسند فيها راسه، ها؟ كان بياكل بالعافيه، بيوكلنا بالعافيه، كان بيرجع لحال الشعب، كان حنين جدا. اللي شفته ده واخد مجد بقى شكل ايه؟ اللاهوت. بس انا ممكن طبعا يوحنا انا بكمل بقى، انا متخيل يوحنا لكن انا شفت يمكن الصوره دي لما شفته فين؟ ها؟ عجبك الدجاج ايه؟ لحظات قليله. لما كان بيتعمد ها؟ وسمعت صوت من السماء هذا ابن الحبيب. شفت رمله من اللاهوت، لكن هنا باللاهوت كامل. فهو شكل ابن الانسان.
شكل المسيح لكن شكله مختلف عن المسيح. ويبتدي ايه يحاول برضو ايه يوصفه لنا، لابس ايه، شكله ايه، المسيح ده اللي شافه هو شبه ايه، شبه ابن الانسان. يقول شبه ابن الانسان سربلا بالصوت الى رجلين ومتمنطقا عند سجانه بمنطقه من ايه؟ من ذهب. يقول ايه؟ يقول المسيح اللي انا شفته ده كان ايه؟ كان معلش انا النظاره تعبانه شويه. مسربلا بالسوق الى رجلين ومنطقا عند سجانه بمنطقه، يعني ايه؟ متسربلا بالسوق الى رجلين، ليه سوق الى رجلين؟ سوق الى رجلين ده رمز الايه؟ رمز الوقار. زي تمنى على فكره لما نيجي نتكلم عن المسيح في الملكوت نفتكر القاضي بشكل القاضي بشكل القاضي بيلبس ثوب كده لحد تحت رجليه. يقول لك القاضي كمان زمان كان لازم يلبس حاجه كده صدره كده ها لحد رجليه. دي اللي بيلبسها فين؟ ابونا او الكاهن في العهد القديم او يلبس الكاهن لحد في العهد الجديد. احنا لبس الكاهن ده جايبه من العهد القديم وواخدين جزء من سفر الروح. فليه ليه الصدره دي؟ الصدره دي رمز الايه؟ رمز الوقار. متمنطقا بالسوق الى رجلين ومتمنطقا عن سديه ومنطقه من ايه؟ من ذهب. ايه المنطقه دي؟ المنطقه دي رمز للحب. برضه كان زمان القضاه بيلبسوا منطقه على الصدر هنا، يعني غير الروب ده الطويل ده الصدر دي بيلبسوا حاجه كده هنا عند الصدر كده. ايه ده؟ ها؟ ده رمز انه بيحكم بالعدل. انا عايز الرموز دي تحفظوها، هذه كتير قوي سفر الرؤيا. لما نيجي نقرا سفر الرؤيا نتخيل المنظر، ولما نقرا سفر الرؤيا في ابو غلامسيس ها نقرا سفر فيبقى احنا مش تايهين. ايه ده؟ احنا فاهمين. مش حاجات متراصه، هو شكل القاضي ان هو وقار وبيحكم ايه بالعدل. طب ايه السدي؟ اشمعنى عند السديين؟ السديين رمز للكتاب المقدس. السد في الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد، سد يبقى رمز للكتاب المقدس اللي بنرضع فيه كلنا كلمة الله. الأم بترضع ابنها منين؟ من ثديها. ها؟ الكتاب المقدس هو اللي إيه؟ بيوكلنا، هو اللي بيغذينا. إحنا ضعفاء. كل ما تتغذى ترضع من إيه؟ من الكتاب المقدس. فكأن الكتاب المقدس هو إيه؟ هو اللي بيرضعنا. طب وليه بقى المسيح حاطط صدره هنا أهو على ثديين؟ علشان يقول لك إن المسيح لما يجي هيحكم، ها؟ هيحكم من خلال إيه؟ الكتاب المقدس. وهيحكم بالعدل. دول تاني. المسيح لابس منطقه من ذهب عشان يقول انا هحكم بالعدل من خلال ايه؟ الكتاب المقدس. ايه القانون؟ الكتاب المقدس. انا اتخيل كده محامي. هنا المحامي بقى ايه؟ حد عارف مين المحامي هنا؟ روح القدس. عند روح القانون. والمسيح ماسك الكتاب المقدس عشان كده برضو في سوره تثبيت امبراطور الاحضار في حلم الاب. ها؟ نحط الفا اوميجا والمسيح ماسك ايه؟ اللي بنشوفه الكتاب المقدس، عهد قديم وجديد. ليه؟ لان المسيح هيحكم بالكتاب المقدس. يقول لك في ايه بتقول كده انت ما عملتش. في ايه بتقول كده ما عملتش. في ايه بتقول حب الفقراء ما عملتش. في ايه بتقول اقرا الكتاب المقدس. في ايه بتقول احفظ الوصايا. في ايه بتقول كذا. في ايه بتقول كذا. في ايه بتقول كذا. ليه ما حفظتش الايه دي؟ مش هستحفظها اللي ما عملتش بيها. فهو ده القانون اللي هيحكم بيه الله بالعدل. وزي ما بيقول في القداس الالهي ويعطي كل واحد ايه؟ حسب اعماله. وصلنا الايه 13 في وسط المنابر، وسط سبع منابر شبه الانسان. سبع منابر هي ايه؟ سبع كنائس. يعني المسيح قاعد في وسط ايه؟ كنيسته. طبعا هنا برضه بقى سبع منابر هنا اهو، سبع منابر هي اللي هو رمز. سبع كنائس، وهنا سبع كنائس مش اسيا بس. دي الكنيسه النهارده في اسيا تركيا اللي كان ماسكها يوحنا، خلاص تركيا ما بقاش فيها مسيحيين. يعني الكنيسه هنا في تركيا ما فيش خالص. يبقى هو هنا ما يقصدش الكنيسه بتاعت تركيا اسيا، هو يقصد ايه؟ كنائس، كل الكنيسة المسيح. المسيح هنا يقول ايه قاعد فين؟ ها؟ في وسط الكنيسه. تدينا ايه على معيه؟ المسيح قاعد في وسط الكنيسه على الارض، والمسيح قاعد في وسط الكنيسه فين؟ يبقى قاعد في وسطنا ايه؟ في السماء. يقول في وسط المقاييس بعيد الانسان وسجاد بسوق الاجيال ومتمنطقه على تسديه ومنطقه من ذهب. واما راسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج وعيناك لهيب ايه؟ نار. طب الله، طب ايه رقصه؟ رقصه دي بقى رقصه كالشعر الابيض. طب ده المسيح صعب هو عنده كام سنه؟ 33 سنه. طب ده شعره كان قاص ابيض ولا اسود؟ اسود. طب ليه شعره ابيض هنا؟ الحكمه. برافو عليكم. الحكمه بالظبط. ها؟ الحكمه ان هو عتيق الايام.
دي برضو تفكرنا بأن الله الابن أيضا هو في جوهر الآب. يعني إيه في جوهر الآب؟ الآب منذ إيه؟ منذ البدء. والابن هو شعر أبيض اللي كان منذ البدء رمز. يبقى رمز هنا التفسيرين، رقم واحد إن هو الآب واحد، رقم اتنين إن هو إيه؟ حكمة، عتيق الأيام زي ناس الكبار. كان زمان برضه أنا شفت الكلام ده بس يمكن حد دلوقتي ما أعرفش، بس حد بقى يصلح لي المعلومة دي. طبعا إحنا كل القوانين من بريطانيا العظمى، كمان بريطانيا هي كل القوانين اتعملت في بريطانيا وحولها لكل البلاد. كان زمان الأرض في بريطانيا تفتكروا الأفلام القديمة يلبس الباروكة البيضاء. نفس الفكرة، نفس الفكرة إنه إنسان عنده حكمة، إن محدش يتخيل إن ده لا ده ظالمني، لا ده مش ظالمك، أنا عندي الحكمة، فالله كلي حكمة، فالله الابن كلي إيه؟ كلي حكمة. وعيناك رهيب نار. يعني شوف يوحنا شاف المسيح شكله إيه؟ عينيه طالعة منها نار. إيه النار دي؟ نار يعني شرارة. رمز الايه؟ للغضب. للغضب. ليه الغضب؟ لانه هياتي ها ويغضب ليدين الايه؟ الاشرار. شكل المسيح في المجيء الثاني مختلف عنه خالص في المجيء الاول. خالص. شكل المسيح في المجيء الثاني مختلف خالص، احنا بنشوفه في الكنيسه النهارده. كنيسه حنين بيشفق علينا، تعالوا اليا، تعالوا يا خطاه، انا ما جيت ما جيتش علشان الكويسين، جيت عشان خطاه، ها؟ كل ده المسيح اللي هو على الارض. اول ما بعد الشر يعني. كل خير. أول ما ننتقل من هذا العالم خلاص شكل المسيح يختلف خلاص. يبقى الديان العادل. العينات تختارك إيه؟ الظلام. تختارك الظلام يعني إيه؟ يعني تخش للعمق. يعني هشوف في الظلام. مش هنقدر نقول لا لا يا رب أنا ما كنتش كده، أنا ما عملتش كده. لا إزاي؟ أنا شايفك وهو قال لي أحكي لك ومن أول ما أخطأت لحد ما جيت لي. فتختارك إيه؟ عينات تختارك إيه؟ تختارك قانع إيه؟ الظلام. عيناك رهيب نار على الزمان، لأنه فحص قلوب الإيه؟ والكلى. ورجليه وعمال إيه؟ يوصف شكل الإيه؟ سيد المسيح على كل ده. 15. ورجليه شبه نحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. ها؟ رجليه ها؟ زي النحاس. طب برضه شافوا مين كده؟ إيهاب؟ دانيال. دانيال دانيال النبي شافه لما ايه لما فسر الحلم الايه؟ للملك. نحاس رمز الايه؟ الثبات. قوة. في موقف ثبات. كان الحاكم الثابت العادل الصادق. والاباء ايضا قالوا برضه فسروا النحاس دي ان النحاس تملي بيتحمل درجات النار العالية جدا. النحاس المحمي بالنار. وتملي اول ما يجي نحاس ونار يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ الاتحاد اللاهوت بالايه؟ بالناسوت. هنا برضه في المجيء الثاني اللي هيحكمنا ها؟ مين؟ مسيح ابن الله. هنا برضه هيبقى ايه؟ بالصوره الايه؟ اللي فيها اللاهوت بس هنشوفه ونتحمله وصوره الناسوت. ولما بيقول برضه احنا لما هتشوفه هتشوفه برضه ايه؟ برمز الاتحاد اللاهوت بالايه؟ بالناسوت. رجلين اللي ماشي بيهم دي في الارض نحاس رمز الناسوت. محل النار لهم ايه؟ كانوا متحدين باللاهوت. طبعا كل ده المسيح المتجسد لما نزل ما بينش كل ده، ما شفناش ابدا المسيح احنا كده على الارض، لانه كان ناسوت. لانه ما كناش شايفين الناسوت، ما كناش شايفين اللاهوت. مين شاف اللاهوت؟ بعض الناس القليلين. شفنا اعمال اللاهوت اه. خلي بالك شفنا اعمال اللاهوت، لكن ما شفناش المسيح اللاهوت الا في فترات قليله قوي ذكرت في الكتاب المقدس اللي بتحركهم في التجلي. في المعمودية حاجة بسيطة جدا، وفي أعمال بقى. لكن ما شفناش مسيح على اللاهوت، ما شفناش نحاس، ما شفناش نار، ما شفناهاش. لكن فوق في السماء هنشوف. وبرضه هيفكرنا ده المسيح بإيه؟ بناسوته، اللي له رجلين ونحاس. وصوته كصوت مياه كثيرة. يعني إيه؟ يعني صوته زي الشلال. شلال شلال شلال، زي خليل إيه؟ خليل المياه. ولو معه في يد اليمنى سبعة كواكب. ومعه في يد اليمنى سبعة كواكب وصيف ماضي سوح الدين يخرج من فم ومعه في يد اليمنى سبعة كواكب اللي هم سبعة ايه؟ سبعة كنائس. ها في يد اليمنى، اليمنى تملي رمز الايه؟ قوة. أو اليمنى اليمين يبقى رمز القوة. طب ايه سبعة كواكب؟ الكنائس. عايز يقول ايه؟ إن المسيح لكل مجد ماسك الكنيسة في ايه؟ في قبضة ايده. ليه تدينا بقى أرباء عظيمة كده؟ الناس بقى تقف تخاف كده تقول لك يا ابونا واللي بيحصل داعش واللي مش عارف ايه
هيعمل في العيد لسه النهارده كان كلمه تقرا كده خايف بتخاف من ساعه ما نروح سد المدينه خايفه خايفه ليه؟ خايفه ليه؟ سبعه ده المسيح كنيسته في ايه؟ في قبض دين. هو عارف وفاهم وانقذنا حتى لو حصل بعض التجارب بعض الناس يعني الست اللي في المستشفى بتحاول الموت واحده مصريه مسيحيه والناس اللي بتعدي مش مصريين يعني طب احنا بنتحمل احنا عارفين اعمالهم لكن الناس اللي ذنبهم ايه؟ فكل دول ايه؟ لا ربنا ماسكهم في ايديهم ما تخافوش شهد في بعض التجارب الصعبه لكن برضه في الاخر ربنا سامح ما تخافوش من حد ففي يد اليمنى سبعه كواكب شوف كواكب شوف الكنيسه دي رمز لها بايه؟ كوكب الصبح الكنيسه كوكب شوف الكنيسه منوره ازاي وجميله ازاي اللي احنا قاعدين فيها دي بالنسبه للمسيحيه ايه؟ هي كوكب هنا الكنيسه برضه بيقصد الكنيسه دي ايه؟ كنيسه واحده الجامعه الرسوليه مش كنيسه سبع كواكب اللي هي في تركيا لا مش لا هو بقى خلاص هو بيتكلم بس رمز السبع الكنائس دول ها لكن هو بيتكلم للكل زي مثلا ابونا مثلا يقول لخادم يا فلان اعمل كده هو بيقول لي ده لكن هو قصده ايه كل الخدام مش عارف يا ابونا الله انت ما قلتليش يا ابني ما قلت لفلان ما فلان ده يرمز كل الخدام ما انت زيك زي غيرك انت سمعت كده طب سيبك يا حبيبي السبع كواكب دول هو انتوا كنائس كلها وعارف يقدر يقول السبع كواكب وسيف ماضي سو حدين يخرج من فم يعني ايه سيف ماضي؟ كلمة ربنا ها؟ كلمة ربنا ايه؟ سيف حد سيف حياتي عقاب وسلام نعمة وبركة كلمة ربنا سيف حد يعني ايه؟ يعني شوف قوة هتاخد وصايا ربنا بايه؟ بتلكك بكسل انها سيف ماضي سو حدين سيف ماضي سو حدين دي اي حاجة للمؤمنين ايجابية جدا الغير مؤمنين الذي لا يعلم بكلمة ربنا او لا يجاهد كلمة ربنا سلبية جدا اي حاجة كده فسيف ماضي سوء حدين يعني ايه؟ حاجه ايجابيه ان احنا لو هنعمل او بنجاهد بنحاول ليه؟ لان اي حد مش هيعمل كده يبقى ضدي يبقى ضد المسيح فالمسيح هيعرف ازاي يوقفه عليا اللي هو الشيطان. المسيح اللي هو عنده سيف. اذا قلنا احنا ساعات بنتشفع بمارجاليس لها حرب شيطان. طب المسيح بقى كان عايز اللي خلى مارجاليس ها يبقى معاه حرب واللي ادى لوسيفر السيف. طب المسيح هو اللي معايا برضه. طب مش هعرف القديسين دول. فالمسيح حاجة كبيرة قوي ده معاه سيف ماضي صلى الله عليه بإيه بكلمة وصية ربنا اللي احنا بنعمل بيها. وعارف يد اليمنى سيف ماضي صلى الله عليه ياخد من فمه ياخد من فمه يعني ايه؟ برضه السيف ده سيف ايه؟ سيف الكلمة. اوعى تعمل زي بطرس والتلاميذ لما قبليها قال لهم ايه؟ قال لهم خلي بالكم هيجي ومش عارف ايه ويبقى سيف مش سيف بطرس كتب الكلام ده قال طب تعالى عشان مويت قال لا انا قصدي السيف القوه بتاعتكم ايه؟ كلمه ربنا. الناس لما يشوفوا اعمالكم يخشوا في حضني مش لما يشوفوا اقوياء بالجسد لا قوه الجسد دي مش عايزها خالص. فهنا سيف ماضي سوء حدين يعني ايه؟ يعني القوه وماشي عشان يفصل بين الحق والباطل. ها؟ هنا سوء حدين برضو رب معنى سوء حدين يعني ايه؟ العادي ده قديم. ذو حدين العهد الجديد والعهد القديم انه الكتاب المقدس متكامل وحده متكامله الله هيحكم بالعهد القديم مش يقول لا ما العهد الجديد بس مش على العهد القديم لا العهد القديم والعهد الجديد الاثنين مع بعض طبعا هو طبعا اللي بيكشف في وسط العهد الجديد طبعا هو اقوى يعني هو مكمل العهد القديم يعني العهد الجديد ما جاش لغى حاجه وقلل بالعكس تزود لكن كمان في وسائط العهد القديم ما جاش في العهد الجديد زي مثلا الشهاده بالزور ما نجت في العهد القديم خالص لا ما جتش العهد الجديد انا ممكن اشهد بالزور في ايات في العهد الجديد حاجه رمزيه للشهاده بالزور في الرسائل لكن هنا واضح في الوصايا العشر لا تشهد بالزور طب ما جتش العهد الجديد ما شهدت في العهد الجديد ما جتش العهد القديم يقول لك ربنا ما جتش العهد الجديد انا ممكن اشهد بقى بالزور فهنا زوح الدين يعني زوح الدين يعني عهد قديم وعهد ايه؟ عهد جديد ماشي يفصل بين الحق والباطل ويظهر الانسان الصح والايه؟ والغلط. وأيضا هنا السيف المسيح فاكرين قال ما جئته لألقي سلاما بل سيفا لو جئته لألقي سلاما بل سيفا دي ليها معنيين الناس يقول لك اه ربنا اهو شوف الناس بقى اللي هم ضد المسيح يقول لك اه ما الكنيسه انتوا كتابكم فيه سيف اهو لا دي حاجه رمزيه لو جئته لألقي سلاما بل سيفا يعني ايه؟ يعني زمان اول ما المسيح صعد لحد النهارده في ناس تخش للمسيح فبيحصل ايه؟ ان عائلاتهم بيبتدوا بقى ايه؟ يقولوا متطوره فهنا سيف ان الناس بدات تختلف مع بعض على المسيح. رقم اثنين هنا برضو في الايه دي
انه بيقول انا ماسك سيف. سيف هنا كلمه ربنا حيه الفعاله في الناس، هي سيف. وجهك الشمس اي رقم؟ 16. وجهك الشمس، وهي تضيء في ايه؟ في قوتها. وجهك الشمس بهاء عظمه، محدش يقدر يبص في الشمس، محدش يقدر يبص في وش المسيح. علشان كده اول ما قال وجهك الشمس فلما رايته بقى ايه؟ سقط. محدش يقدر ابدا يبص للشمس فتره طويله بمجرد بص كده. بس هو لمح بقى، لمح شكل ده ايه؟ لمح الشكل ده ايه؟ شكله كذا كذا كذا، لابس كذا، وعينيه كذا، ومنظره كذا. لكن اول ما بص على وشه ها تضيف قوتها، فلما رايته سقطت عند ايه؟ رجلي كميت. فوضع يده اليمنى علي قائلا ليه؟ لا تخف، انا هو الاول والايه؟ والاخر. طبعا اول ما شافه طبعا سقط. قال له انا هو الاول والاخر، بيعرفه بنفسه ان انا المسيح. انا المسيح وانا الله. وقال له ايه؟ انا هو الاول والاخر، ها؟ دي قلناها قبل كده. والحي، وكنت ميتا وانا حي الى ايه؟ ابد الابدين امين. حلو الايه دي جدا. الحي، خلي بالك هنا الحي بالالف والايه؟ واللام. يعني ايه الحي؟ يعني حي حتى لما شفتني وانا ميت كنت ايه؟ حي. ال بالالف واللام معرفه، يعني حي طول الوقت. خلي بالك اخواتنا بيقولوا ايه؟ الله ايه؟ ما بيقولوش حي، قال حي، بيقولوا ايه؟ الله ايه؟ حي ولا اي حي؟ افتكروا كده بيقولوا ايه؟ الله حي. حي يعني حي بدر، بكره يموت. حي يعني حي، حي دلوقت، لكن كمان خمس دقايق ممكن يموت. عشان كده الدين ده فيه شيطان لعب جامد. يعني ياخد كتاب المقدس لكن ما يسمحش ان الله الحي. الشيطان يتعب جدا من حاجات معينه، الصلاه، ابن الله، والله يبقى حي على طول. يتعب من الثلاثه دول قوي. فعشان كده الله حي. ما يقولوش الله الحي. وده في العرب غلط. الحي يعني حي الى ابد الابدين، حي يعني حي يعني هيموت كمان شويه، مش ضامنين. ده والله انت مش واثق فيه ولا ايه؟ الهك مش واثق فيه؟ لا 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 انا واثق فيه. يقول لك الله ايه؟ الحي، حي يعني هيفضل حي، الحي يعني هيفضل على طول ايه؟ حي. ويقول بالرغم ان انا كنت ميت وشفتني ميت، لكن انا ايه؟ حي وانا ميت. عشان كده بقول قدوس الله، قدوس القلب، الحي الذي يعني على الصليب احنا شفناه ميت ولا حي؟ شفناه بعينينا دي ايه؟ ميت، لكن هو ايه؟ حي. وقبل الصلب على طول قال ان لم تقع حبه الحنطه وايه؟ وتموت مش هتجيب سيمون. بس هي ما ماتتش. دي هي بالعكس لما ماتت حيت. عشان كده بيعمل عباره من حبه الحنطه، حبه القمح. ونفس الحكايه احنا برضه واخدين حاجه من الله، حاجه من المسيح. احنا بنموت ايوه، لكن بنموت بايه؟ باجسادنا، لكن ارواحنا عايشه. الآية بتأكد الطبيعه الواحده والمشيئه الواحده. ايوه بالظبط. الطبيعه الواحده مش الطبيعه طول المسيح واحده. يعني ايه طبيعه واحده؟ هو واحد، طبيعه مش طبيعتين. ما عنديش طبيعتين ومشيئتين، ما عنديش ربنا حي الاب والابن ميت. لا ما عندناش كده. لاهوت لم يفارق رسولته لحظه واحده ولا طرفة عين. من اول الولاده لحد ايه؟ ما يوحنا شافه ما بعد كده هنشوفه الى ابد الابدين. برغم اني كنت ميت لكن انا ميت ايه؟ حي. وليه مفاتيح الهويه والموت؟ النهارده المسيح جه عشان يدين. قال ايه؟ سفر الرؤيا زي ما حضرتك. يثبت في ربنا قوي ويبقى عنده رجاء قوي من قوي، وممكن يخاف قوي اذا كان ماشي مش بيجاهد. انا بقى اللي عندي مفاتيح الهويه والموت. يا شوف الله اللي عايزين نعبده، اللي بيعبده معايا مفاتيح الهويه والموت. طب مين بقى يدخلني الهويه والموت؟ مش ممكن، ده ربنا، ده الهنا. دخلنا ليه؟ ده ابنه. اللي عنده رجاء في ربنا ده انت يا رب، انت الهي. مش ممكن يا رب تعمل فيا كده. مهما عملت ومهما بعدت عنك لكن انت يا رب بتحبني. فانا معاك، انا معاك. الاول جاي عشان يخلص ويغفر، التاني جاي علشان معاه مفاتيح الهويه والموت. على حسب اعمالك. فاكتب، يقول له تاني برضه اكتب، شوف انا اقول له امر، عشان كده يوحنا كتب. فاكتب ما رايت. ما رايت اللي شفته، ها؟ ما رايت برضه، دي قلنا الايه دي، خلي بالكم الايه دي مهمه جدا، هي مفتاح سفر الرؤيا. ما رايت اللي هو ايه؟ اللي شفته انت على الارض وانا على الارض، اللي هو ميلاد المسيح لحد ايامته وصعوده. ف
فاطلب ما رايت وما هو كان. اكتب كمان ايه اللي انت شايفه دلوقتي. ما رايت هو الصحيح الاول اللي هو بدايه الصحيح الاول. ما رايت وما هو ايه كان دلوقتي وما هو ايه عديد ان يكون بعد هذا اللي هو يقولك بعد كده. اكتبه اكتبه الناس عشان يفهموا. سر السبع كواكب. سبع كواكب سر الكنيسه. ربنا هنا مدينا سر الكنيسة رؤية سر الكنيسة. عشان كده اللي يحفظ سفر الرؤية ويحفظه يعرف تقريبا ربنا فكره ايه في الكنيسة وهيعمل ايه. عشان كده سفر الرؤية مهم جدا في تفسيره وتأملاته لان دي ده حياتنا احنا. سر السبع كواكب التي رأيت على يمين على يميني. برضو تاني يقول على يميني اللي انت شفتها على يميني عشان ايه. دي القوة ان انا في القوة ومع كنيسة. والسبع المنير الذهبية. والسبع كواكب هي ملائكة السبع كنيسة. والمنايا السبعة التي رأيتها هي إيه؟ السبع كنائس. وبرضه بيوصفها إن كل دول هو إيه؟ سبع كنائس. ها؟ عظمة قوة يمينه. ها؟ والجاه ذهب والسبع مناير وملائكة كل رموز وتفاسير للكنائس اللي المسيح عاوزها واللي بيحبها. اللي هي من أول ما المسيح اتصلب وبدأ في كنيسته لحد آخر الأيام لحد ما نطلع فوق للمسيح كلها كنيسة أي كنيسة واحدة. ده كان لازم اصحى بقى. ان شاء الله المره الجايه بنعمه ربنا هنكمل صح تاني. نبتدي بقى نشوف بقى ايه كل كنيسه رمز ايه وايه اللي عدى وتفاسير ايه. طبعا الكنائس اللي عدت اللي هو اربع خمس كنائس اللي هم خلاص مروا اللي هو الاضطهاد و كل الكنائس دي عدت. بس خلي بالك برضه لسه برضه فيها ايه توابع. يعني حدث فيه اضطهاد ها لكن اللي حدث فيه كنيسه محبوبه الرسل يعني لحد دلوقتي سيبنا فيها يعني فيها محبه. لكن ما لكن في كنائس برضه ايه يعني السبع كنائس دول كل كنيسة بمرحلة عدت لكن في بعض منها لسه ماشي معاها ماشي. يعني أول كنيسة فاهمينها لسه كنيسة دي مرحلة 200 سنة 100 سنة عصر الرسل وبعدين 200 سنة الاضطهاد وبعدين 200 سنة تاني مثلا 300 سنة الهربقات وبعدين 100 سنة الإسلام والعكعكة دي بقى والعرب وبتاع بعدين شوية اللي هو إيه التقية الأخوية. كل كنيسه دي مرحله بس الكنيسه دي انت خلاص بطلت تسجل اوكي. الكنيسه دي في الفتره دي والكنيسه في الفتره دي لكن الكنيسه دي اخذت منها حته ومشيت كده على طول. الكنيسه دي في الفتره دي بس اخذت منها حته ومشيت على طول. والكنيسه دي احنا مثلا انا النهارده في المرحله الخامسه والمرحله السادسه ما يمنعش ان احنا المرحله دي ما نعيش فيها كده. لكن كل كنيسه اللي قبلنا ايه اخذنا دلوقتي منها جزء شغالين فيها مرض في اضطهاد في محبوبة في كنيسة محبوبة المسيح بيحبها وهكذا. فأول ما نخش على أفسس يجب أن نشرح بقى مرحلة 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 مرحلة. ربنا يدينا إن إحنا نسمع صوته ونكون من الدنيا.